مشاهدينا، الإشاعات من أهم أساليب ووسائل الحروب النفسية والاجتماعية، لأنها تستعمل بفعالية في وقت الحرب وكذلك وقت السلم، وتتميز بشدة تأثيرها على عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار وفعالياتها العظيمة التي تبدأ من وصولها إلى المكان الموجه إليه. وقد أظهرت الكثير من الدراسات تفوقها على الحروب العسكرية ومدى خطورتها على تفكك المجتمعات وبث الفتنة بين أفراد المجتمع. أكيد زينة، ومن أكثر الشائعات التي انطلقت إذ بان الحربين العالمية الأولى والثانية. هذا الأمر قاد ليو بوتسمان وجوردون ألبرت إلى إصدار كتاب علم نفس الشائعة الذي صدر عام 1947. ومن أظرف الشائعات التي ظهرت حين ذاك أن الإنجليز أطلقوا عبارة الجزر يقوي النظر والتي ينفيها العلم بشكل قاطع. تعالوا مشاهدينا نقف عند الإشاعة، ماذا عنها؟ ماذا عن تاريخها؟ ماذا عن الآلية التي تنتقل بها؟ وهل صحيح أن نقص المعلومات لدى الناس هو الذي يساهم في انتشارها؟ هل تنبعث من الخوف أم أنها باعثة عليه؟ تعالوا نتعرف على جملة هذه الأمور من خلال وجود ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور مقداد عبود، الاختصاصي في العلوم السياسية والاقتصادية. أهلا ومرحبا بك، سعد صباحك. أهلا وسهلا، شكرا لكم. يعني دكتور، عندما نتحدث عن الشائعات فنحن نتحدث عن كذبة، وهذه الكذبة ربما هتلر هو الأول الذي أصدر وزارة لها. يعني نعم. كانت من الأهمية بمكان أنه تم إصدار وزارة للشائعات. تعال نعود تاريخيا إلى الوراء، ليس لنعرف الشائعة فقط وإنما لنتحدث عنها تعريفا وأهمية وجودها بالتاريخ، زمن الحرب وزمن السلم. حسنا، شكرا. في الحقيقة الشائعة هي عبارة عن قصة مختلقة كاذبة غير صحيحة توضع من أجل التأثير في اتجاهات الناس ومواقفهم. كيف نفهم الاتجاه الاجتماعي للبشر؟ كيف نفهم الموقف للبشر؟ لابد أن هنا نستند إلى علم النفس الاجتماعي social psychology الذي يقول أو يقوم بدراسة علمية للسلوك الاجتماعي للناس. هذا السلوك المشروط بمثيرات، هذه المثيرات قد تكون أفكار، أحداث، وقائع معينة، وتؤثر في اتجاهات الناس وفي مواقفهم. الآن فلنحدد ما هو الاتجاه. الاتجاه هو موقف، هو حالة ذهنية عصبية تنطوي على استعداد معين أو دينامية معينة للتأثير في طريقة استجابة الفاعل الاجتماعي أي الإنسان لموقف ما من المواقف أو قضية من القضايا. من هنا نقول باختصار شديد أن الموقف ينطوي على استعداد نفسي عقلي من أجل رفض وضع معين أو قبوله. وبالتالي نحن نحتاج لفهم الشائعة إلى الانطلاق من علم النفس وفهمنا للاتجاه الاجتماعي للبشر ولمواقفهم. يعني أذكر هنا مثالا على الشائعة، طالما أنك تفضلت بذكر تاريخ هذه المسألة أو لمحة تاريخية عن هذه المسألة. في عام 1943 عندما هاجم اليابانيون على بيرل هاربر على الأسطول الأمريكي، قصفوه ولكن لم يدمر الأسطول الأمريكي، سر يعني بمعنى أشاع اليابانيون كذبة بأن الأسطول الأمريكي قد دمر وبأن لا مجال للقوات الأمريكية أن تصمد أمام قوات المحور وخصوصا القوات اليابانية، وبالتالي على الحلفاء أن يعترفوا بالهزيمة. هنا هذه الشائعة سببت كارثة في المجتمع الأمريكي إلى درجة أن روزفلت الرئيس الأمريكي آنذاك كرس قسما كبيرا من خطابه لكي يدحض هذه الشائعة. إذن للشائعة دور خطير في التأثير على الإرادة الثقافية عبر الحالة، التأثير على الحالة النفسية للناس من حيث دفعهم إلى تكريس حالة نفسية فيها إما إقدام أو إحباط حسب نوع الشائعة،
بالمناسبة الشائعة لا يبثها فقط الأعداء، قد يبثها أهل البيت، بمعنى يعني أصحاب الشأن الذين لهم مصلحة في تقوية حالة معينة، في تعبئة حالة معينة لدى الناس إلى آخر ما هنالك. ولكن عموما الشائعة ارتبطت بجانب سلبي يقوم به عادة العدو ضد خصمه. هذا مفهوم الشائعة بشكل عام والموقف والاتجاهات ورأي علم النفس الاجتماعي بالموضوع. تفضل دكتور. طيب برأيك هل يتم دراسة الشائعة قبل إطلاقها؟ بالتأكيد قطعا، ليس ذلك فحسب. يشرف على إنتاج كذبة الكذبة أي موضوع الشائعة، أي موضوع الشائعة، يشرف خبراء مختصون، وخصوصا في علم النفس الاجتماعي، علم النفس الفردي، علم النفس الشخصي يعني، وأيضا فلاسفة، والأهم من هذا وذاك الفلاسفة، مفكرون فلاسفة مختصون بهذا الموضوع يشرفون على تحضير للشائعة وعلى حياكتها وعلى آليات بثها في المجتمع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يشرف خبراء مختصون على الأساس اللوجستي لبث الشائعة من خلال عيون أشخاص، من خلال وسائل الإعلام بطريقة ما من الطرق، عن طريق التسريب، عن طريق الإيحاء، عن طريق الاتصال بجهات أجنبية لكي يقوموا هم ببث هذه الشائعة إلى آخر ما هنالك. وبالتالي الشائعة تلعب أو تؤثر تأثيرا خطيرا لها. تعبير يمكن بيدرسوا الوقت المناسب لبث هذه الإشاعة. حتما حتما، هي مرتبطة بطبيعة الحدث. طبيعة الحدث بأبعاده أو أسسه النفسي، أسسه الاجتماعي، أسسه العسكري، أسسه الاقتصادي إلى آخر ما هنالك. يعني تؤخذ الحالة المجتمعية برمتها في لدى مصنع الشائعة، لدى مصنع، فهو يدرس جميع مستويات التكوين الاجتماعي. ونحن نعرف أن هناك خمسة مستويات أساسية للبناء الاجتماعي، هو البناء الثقافي، الاقتصادي، السياسي، الروحي، وبالتالي يأخذ باعتباره جميع هذه المستويات لكي يصوغ أو يحيك الشائعة. يعني دكتور من أظرف الأمور التي تجري أن من يحكي الشائعة قد يصل إلى مرحلة يصدقها في وقت من الأوقات. هذا صحيح، أحيانا أحيانا يقول بكذب الكذبة أكيد بصدقها. نعم أكيد، يعني كثرة تكرار الكذبة تقود إلى التصديق. دعنا نقف الآن عند الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نقف عند تصنيف الشائعات. يعني قبل قليل في سياق الحديث ذكرت أن هناك الأعداء هم من يروجون الشائعات، ولكن أهل البيت قد يقومون بالترويج أيضا للتعبئة أو الشحذ الهمم أو إلى ما هنالك. كما ذكرت قبل قليل اختلاف الخبراء في تحديد مفهوم الشائعة، ولكن هناك أيضا اختلاف في تصنيفها وأنواعها حسب الزمن، حسب مكان الانتشار، اجتماعية أو سياسية. فكيف نتعرف على أنواع الإشاعة بشكل عام؟ نتعرف على أنواع الإشاعة من خلال دراسة ظرفها ومضمونها، بمعنى في أي ظرف أتت، يعني وما هي الرسالة التي تحمله. مثلا نحن في حالة حرب، تكون الشائعة مرتبطة بأحداث وقائع عسكرية على سبيل المثال، وبالتالي هذه مضمون الإشاعة سوف يكون مركز باتجاه تكوين حالة التفاف عقلي ونفسي اجتماعي، بمعنى تأمين نوع من فاعلية، من الفاعلية لدى الفاعلين الاجتماعيين لقبول ما يريده، لقبول ما يريده من يقف خلف الشائعة، بمعنى للترويج للاستراتيجي وللتكتيك الذي يسعى إليه فيما يخص حالة الحدث القائم، ليكون مثلا كما قلت حدث عسكري، فبالتأكيد الذي يقف وراء الشائعة يسعى للانتصار، وبالتالي يسعى للانتصار على العدو، وبالتالي يسعى لإحباط إحباطه نفسيا من خلال اللعب بعواطفه، من خلال استحداث أو اختراع أو تلفيق وقائع معينة من أجل التأثير على حالته النفسية، على موقفه، على استعداداته. ونحن نعرف أن السلوك الإنساني مرتبط قطعا بالحالة النفسية للإنسان، أي ب جملة عواطفه، انفعالاته وإدراكاته، كما أنه مرتبط ببنيته الذهنية، وبالتالي تلعب عملية صنع الشائعة
والشائعة دورا كبيرا في الوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه من يبثها. بالفعل دكتور، يعني هي الشائعة واللي بيقوموا بترويج هي الشائعة بتلعب على الدور، أو خلينا نقول على الوتر الحساس مثل ما حكيت حضرتك، يعني على الحالة النفسية والمعنوية كتير للأشخاص. نعم. يعني شو سر هي العلاقة إنه دائما الشائعة بتلعب دور كتير نفسي؟ نعم أكيد السر في ذلك أنها أن الحالة النفسية للوضع النفسي الاجتماعي تكون في حالة توتر، وفي حالة موبيليزيشن، في حالة استنفار، في حالة استنفار. وبالتالي هنا حالة التوتر، حالة استنفار الذهني النفسي الاجتماعي للبشر تكون جاهزة لتقبل أي معلومات. هنا لا أريد أن أقول شيئا، أن الشائعة بالمحصل العام تنطوي على بعد أخلاقي مرذول غير مقبول. الشائعة لأنها حكاية مختلقة، لأنها كذبة، فهي مرذولة بالمبدأ العام. لماذا؟ لأنها تتناقض مع الحقائق الواقعية، ثم تريد أن تصنع حقائق مفبركة وغير صحيحة، وبالتالي ليست في مصلحة كينونة الفرد الإنسان، وبالتالي هي تتضاد مع حالته الأخلاقية ومع حالته العقلية. هذا بشكل عام، هذا عن الجانب السلبي للشائعة. ولكن أيضا هناك جانب إيجابي إذا كانت المنطلق، وهي نادرة على أي حال، وأنا لست من أنصارها، من أنصار الشائعة على الإطلاق. الأفضل هو الدعاية الاعتماد. إذا أراد طرف خير، قوة خير، أرادت قوة خيرة أن تنتصر لقضية خيرة، فالأحرى أن تكون واضحة وعلنية وواقعية ومبنية على حقائق وعلى مصداقية. يعني وبالمناسبة، أما من يريد أو من يسعى لموقف سلبي لغاية سلبية، وهي تصدر عادة عن أعداء، فهو يكون ذكيا ويستخدم الحالات العاطفية النفسية في المجتمع المرتبطة بالتراث والتقليد وأعراف المجتمع من أجل أن يدخل عبرها ويؤثر على النفسية الاجتماعية. أعطي حادثة مثلا. تفضل. عندما استشهد أحد الضباط المصريين في الحرب مع إسرائيل، في العدوان الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي لم يقل عن هذا الضابط، لم يبدي شماتته به، لم يقل بئسا له أو إلى جهنم أو كذا، جاء من باب عاطفي لعين خبيث مرذول، قال إن هذا الضابط، وأعتقد أنه عبد الحكيم عامر، لا أتذكر هنا بالضبط الاسم ولكن الحادثة حقيقي، قال إن هذا الضابط تميز بنوع من الذكاء، بنوع من الشخصية القوي، ونحن نتأسف لموته بهذه الطريقة، كنا نتمنى لو لم تفرضوا علينا الحرب أن تقتل مثل هذه الشخصيات. هو بث هنا دعايته، هنا الدعاية وليس الشائعة، بث دعايته بشكل ذكي وخبيث لكي ينفي عنه كعدو صهيوني العدواني والاستعماري، ويحاول أن يكسب ويلبس نفسه حالة إنسانية إيجابية. فيريد هنا أن يؤثر في الاتجاه النفسي للعرب والمصريين بالدرجة الأولى، لأن الحادثة ترتبط باستشهاد ضابط مصري، يريد أن يؤثر على النفسي الاجتماعي المصري والعربي ويكسب إسرائيل حالة إنسانية طيبة وهم ليسوا فيها على أي حال. يعني هي سياسة استراتيجية تبعونها دكتور مقداد، ليس فقط من خلال هذه الدعاية التي تحدثت عنها، وإنما من خلال الاعتماد على الكثير من الكتاب العرب الذين طبعاً حاولوا قدر الإمكان أن يروجوا لهذه السياسة بطريقة طبعاً تتنافى والمبادئ القائمة عليها. صحيح. نريد الآن أن نعود إلى الأمور التي تساهم الإشاعة في تحقيقها على أرض الواقع. يعني هناك أمور تستطيع أن تحققها على مستوى الفرد، هناك أمور على مستوى الجماعة، هناك أمور تحققها الإشاعة على مستوى الوطن. وكم تسببت
إشاعات في خسارة حرب كاملة. نعم. فما الذي تستطيع أن تفعله الإشاعة وصولا إلى الطريقة التي نستطيع أن نعالجها بها؟ بالتأكيد هناك مواقف، هناك تكوين للإشاعة وبني وهدف، وهناك مواقف مضادة للإشاعة. الموقف المضاد للإشاعة يكون من خلال إيجاد حالة دعائية عقلانية قوية واقعية يشرف عليها مختصون بالدرجة الأولى، وخصوصا كما قلت في بداية الحديث. من هم المختصون؟ الفلاسفة الذين يفهمون بطبيعة التكوين العقلي، وهذا من اختصاص الفلسفة بالدرجة الأولى، والتكوين النفسي، وهذا من اختصاص علم النفس العام، أهم اختصاص النفس الشخصي، وأيضا علم النفس الاجتماعي. هؤلاء المختصون يشرفون على صياغة استراتيجي، وطبعا يتضافر ويتكامل معهم الإعلامي. حضراتكم يعني مثلا الإعلامي يتكامل مع دور هؤلاء المختصين من أجل صياغة استراتيجي لمواجهة الأضاليل والأكاذيب التي تحاول أن تروجها الشائعة. وبالتالي نحن نحتاج إلى استراتيجي تقوم بكل بساطة على فهم حقيقي لطبيعة الصراع، وعلى فهم حقيقي لطبيعة الميول النفسي الاجتماعي للبشر واتجاهاتهم العاطفي ومواقفهم، من أجل ليس هنا تخريبها وإنما صيانتها، ومن أجل المحافظة على التماسك النفسي، المحافظة على الرؤية الواضحة في الذهني الاجتماعي، وعلى التماسك النفسي للفاعلين الاجتماعيين للجماعة. من هي الجماعة؟ الجماعة في المجتمع هي مجموعة الناس التي تتميز بميل عام مشترك يجمعها من الناحية النفسي ومن الناحية العقلي. من الناحية العقلي يوفرها العقل الجمعي، العقل الجمعي الذي يرتكز على مسلمات معرفية متوافق عليها اجتماعيا باللا شعور. مثلا نحن باللا شعور نعرف أن إنسانا تعرض، إذا تعرض لحادث سير، فمطلوب منا عقليا وأخلاقيا أن نساعده، وإذا لم نقدم المساعدة فنحن مقصرون. هذا مثال على ضمير، على العقل الجمعي. وهناك أيضا الضمير الجمعي مرتبط بالعقل الجمعي، فالحالة النفسية ليست منفصلة عن الحالة العقلية. الضمير الجمعي هو القوة الجمعية اللاشعوري التي توجه عواطف وميول الناس باتجاه نوع ما من الأفعال محدد يتناسب مع طبيعة الحدث الذي يعيشه ويتواصل يتفاعل معه الفاعل الاجتماعي. إذن باختصار شديد نحن نحتاج إلى استراتيجي لمواجهة الشائعة، مختصون يواجهونها، أجهزة إعلام، وسائل اتصال، صحف، تلفزيون، راديو إلى آخر ما هنالك، هذه مؤسسات أخرى، مؤسسات رسمية قد تكون مسؤولة عن مثلا يعني وزارات إلى آخر ما هنالك، جميعها كما قلنا يمكن أن تتشارك من خلال غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الشائعات المغرضة التي تريد أن تنال من تماسك المجتمع ومن تعبئة الناس تعبئة وطنية حول قضية من القضايا. دكتور، بدنا نحكي عن أثر البيئة بتقبل الإشاعات. يعني في مجتمعات دغري بتاخذ هاي الإشاعة وبتصدقها وبتلاقي ردود فعل كتير سلبية، وفي مجتمعات لا، يعني ممكن يتحققوا كتير من هاي الإشاعة بعدين ممكن يصدقوها وممكن لا. هذا صحيح، نعم هذا صحيح. السبب في ذلك طبيعة الذهني. إذا كانت الذهني محصنة معرفيا فهناك كما قلنا تماسك نفسي، لأن هناك ارتباط بين البنية الوعي والبنية النفسي، هناك ارتباط. عندما تكون لأحد من الناس قناعة عقلية بمشروعية القضية وحقانية القضية التي يقف إلى جانبها، لا تؤثر عليه الشائعات. لو قال لنا على سبيل المثال أن الجماعات الإرهابية التي تكفيري التي تقتل في سوريا على سبيل المثال،
أنها قادرة ومقتدرة وهي ستنجح وستنتصر. الذي يمتلك ذهنية واعية يقول وماذا في ذلك؟ هم ليسوا على حق، أقاتل حتى أموت، وما المشكلة في ذلك؟ هنا قوة عقلي وقوة نفسي. إذن تؤثر الشائعة في البشر، لدى قطاع معين من البشر الذين يتميزون بحالة من انحطاط أو ضعف القدرة العقلية النقدية للتفكر فيما يقدم لهم تحليل وتفسير هالإشاعة. نعم طبعا. وهذا الذي أقصده، المقدرة النقدية تعني أنه يشك، أنه ينتقد، أنه يحلل ويركب الحكاية ويربطها بمرجعها وبالمصالح التي مصالح الجهات التي تقف وراءه. إذا استطاع الإنسان أو المنطقة معينة أو جماعة معينة في منطقة معينة من البشر أن يمتلكوا هذه الخصوصية العقلية النقدية، فهم يكونون في منأى عن التأثير السلبي للشائع. وإذا ماذا يمكن أن يستنتج هنا؟ يستنتج أننا نحتاج إلى سياسة دعائية، سياسة إعلامية عقلانية واقعية لا تخشى قول الحقيقة، تنتصر للحقانية، عندئذ تضمن تكاتف وتضامن المجتمع معها، مع هذه الاستراتيجية. دكتور، في ذات السياق يعني تحدثت عن الأشخاص الذين هم أكثر تصديقا للشائعة، تحدثت عن موضوع الذهنية، تحدثت عن موضوع التفكير، ولكن نتابع، يتأثر بالإشاعة أيضا من لا يمتلك الحقائق كاملة، من ليس لديه معلومات، من ليس على تواصل بشكل كامل. يعني جاءت الشائعة وتحمل الكثير من الأخبار، وكلنا يعلم أن جزء من الشائعة هو حقيقي، ولكن ما يليه من الأخبار هو غير حقيقي. من هو الفريق الذي سوف يتصدى لهذه الشائعة؟ كيف يستطيع أن يحاربها على الأرض؟ ماذا عن الذهنية؟ ماذا عن نصف الحقيقة التي تحملها؟ ماذا سوف يفعل؟ يتصدى القوة التي يمكنها أن تتصدى للشائعة، هي القوة كما قلنا منذ قليل اللي بتحمل القدر، التي تحمل كفاءة، التي لديها خبرة، خبرة ثقافية وخبرة سيكولوجية، خبرة عقليا ثقافية وخبرة سيكولوجية. خبراء أعلام أم كل ذلك؟ ثم كل ذلك، كل ذلك. قلت غرفة، أنا قلت غرفة عمليات لقيادة الدعاية والإعلام والتصدي للشائعات. جميع هذه العناصر متكاملة. في نهاية المطاف ما هي الشائعة؟ كما قلنا هي حكاية كاذبة يراد منها مصدرها مخفي لا يكون معروفا، يعني هذا ما يميزها، أنها كاذبة مصدرها مخفي، وبالتالي تريد أن تصل إلى هدف معين والتأثير على الاتجاه النفسي العام لدى البشر وعلى بالتالي مواقفهم. وإذا نحن نحتاج إلى هذا التكامل بين في غرفة صياغة استراتيجية الإعلام والدعاية والشائعات، بالتالي هنا تضامن بين هذه العناصر التي تفضلت بها جميعا، هناك تضامن. الفترة الماضية ظهرت الكثير من الشائعات، تحدثت عن تقدم المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق، وكان هذا الكلام عاري عن الصحة. تحدثت عن مواقع جديدة تم احتلالها من قبلهم، وكان هذا الكلام عاري عن الصحة. تحدثت عن فوز بالكثير من العتاد، وتحدثت وتحدثت وتحدثت، يعني حتى صرنا نجد أنفسنا في وقت ما أننا نقف فقط لنضحض هذه الشائعات على التوازي مع تقدم الجيش العربي السوري على الأرض. ما دور الإعلام في هذه الفترة؟ ما الذي يستطيع أن يفعله؟ كيف أستطيع أن أتوجه إلى الجميع، إلى كل من يصدق هذه الشائعات، وبخاصة وأننا بشكل أو بآخر حتى وإن كذبناها نساهم في نشرها؟ يعني حتى عندما نسمعها ونقولها للغير فنحن نساهم بنشر هذه الإشاعة بشكل أو بآخر، بقصد أو بدون قصد. هذا صحيح، ولكن مع هذا يمكن التصدي لها عندما نذكرها ونكون نحن فعلا
نساهم بمدها بترويجها بنشرها. ولكن هناك فرق بين النشر والترويج. الترويج الشائعة هو ما يقصده أصحابها، أما نشرها فهو حالة أحيانا تفرض ضمن أزمة معينة كما تفضلتي. مثلا ما يفعله التكفيريون الإرهابيون، ما فعله وما يفعله دائما. أنا لي عدة دراسات في هذا الموضوع في الحقيقة وهي منشورة عن كيف يستخدمون على سبيل المثال الأحداث الملفقة، الأحداث الاجتماعية معينة، ويحاولون أن يشوهوها، ولهم في ذلك قنوات هائلة إعلامية هائلة. مثلا الأورينت أنا بشوفها لكي أعرف كيف أقف ضدها مضطر، وأرى الجزيرة والعربي وال دي سي ومجموعة والسي إن إن بالإنجليزية الأمريكي والبي بي سي وولد أيضا بالناطقة بالإنجليزي. أنا دائما أرى هذه المحطات، طبعا المحطات الأساسية التي أراها هي التي أقتنع وأصدقها، وهي الميادين على سبيل المثال، وبدرجة أقل محطتنا الفضائي، أسف للقول. السبب في ذلك لهذا القول، أنا أريد لمحطتنا الوطنية أن تكون أقوى محطة في العالم، ولكن الأمر يتعلق باستراتيجية عامة للمحطة، بالإمكانية المالية، بالكادر إلى آخر ما هنالك. لا أريد أن أعتقد هنا أحدا تتواجد. نعم، يعني اليوم الأخبارية السورية تتواجد على الساحة، الأخبارية السورية تلعب دارا إيجابيا، الأحداث أكيد سما تلعب دارا إيجابيا، المحطة الفضائية السورية تلعب دورا إيجابيا ورائعا ومقدرا. نعم، ونحترمه ونصدقه كثيرا. قسم لا نصدقه، أنا لا أصدق قسما. السبب في ذلك يكون هناك نوع من البساطة، طالما نتحدث عن السياسة الإعلامية ونتحدث عن دكتور هون كمان، يعني هذا قسم من البساطة بيلعب دور كتير كبير، يعني مشان الشعب، مشان الحالة النفسية للشعب، يعني نقل الوقائع كلياتها على أرض الواقع ممكن. يعني أنا أقصد البساطة التقنية وأقصد البساطة بالخبرة الإعلامية. الإعلام القوي هو الآن في الحالة المعاصرة هو الذي يستطيع أن يقيم قدرا هائلا من التصعيق والتشبيح في الرؤية على شاشات التلفزيون. ماذا يعني التصعيق؟ التصعيق هو وضع خبر في الفوكس، في التبئير، وضع خبر أو حالة معينة وقصفها كثيرا، ترداد حتى يصدقها من يريد أن يرفضها. هذا اسمه القصف الإعلامي، هذا التصعيق والقصف. التشبيح هو اختراع 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 ومد نشر نشر حتى تصبح لها أيقونة، لها شكل مفروض على الذهنية. إذن نحن في الحقيقة لكي يقال بالمثل الشعبي لا يصح إلا الصحيح، أنا وعلم النفس يقتنع بهذا الموضوع، والفكر الفلسفي يقتنع بمبدأ الحقانية. مثال على مبدأ الحقانية، الحقانية ماذا تعني؟ تطابق، التطابق الفكر مع الواقع، مع الفيرنس، مع الإنصاف. فيرنس إنصاف، مع الإنصاف. يعني مهما بثت إسرائيل عند الإنسان الواعي العدو الإسرائيلي من دعايات وشائعات، لا يمكن أن تتغير قناعتنا بأنها عدو وبأنها مضاد لمصلحة العرب وبأنها هذا العدو وهذا الاستعمار يجب أن ينتهي مهما حدث. إذن الأمر بالنسبة للإعلام خطير جدا. الإعلام هو ما يصنع الضمير الاجتماعي، هو ما يصنع العقل الجمعي، هو ما يصنع الميول العامة لدى البشر. دكتور كنا عم نحكي عن الشائعات قبل النقلة من خلال أثير الفضائية السورية لحتى نتابع حدث من خلاله. حمص عم بتقول أنا موجودة وصامدة والإرادة قوية ولا تكسر،
والحياة ليس في صيرورة جبرية قصرية، وإنما في صيرورة من خلالها نحن عم نتنفس الحياة. شو ممكن تقول عن واحد من الأحداث اللي يمكن من خلال متابعتنا له عبر شاشة الفضائية السورية والقنوات السورية اللي تحدث لحتى تعرض هذا الحدث، عم نساهم ولو بجزء يسير بدحض واحدة من الشائعات الكثيرة اللي حاولت أنه تنال من إرادة السوري؟ نعم. شكرا. يعني في الحقيقة أمر مفرح جدا أن يرى الإنسان مدينة تتحرر من قبضة الإرهاب ومن الخراب ومن العبث الذي مارسته الجماعة التكفيري الإرهابي. هذا أمر مفرح، وهي حقيقة واقعية، هذه ليست شائعة، إننا نرى بأم العين كيف يجتمع الناس. هذا أمر لا يحتاج إلى جدال، لكن الأمل في أن تتوافر شروط من أجل القضاء على التكفير والإرهاب في كل سوريا، ولكن محاربة الفاشية الإرهابية التكفيرية لا يمكن أن يعني تتكامل هذه المحاربة إلا إذا توافرت شروط. هذه الشروط منها العسكري الذي يقوم الدور الذي يقوم العسكري الذي يقوم به الجيش العربي السوري الذي يستحق الإجلال والتقدير، ومنها أيضا الدور الأساسي للسياسي، التوجه السياسي في للسلطة السياسية الموجودة، للقوى السياسية الموجودة في الوطن، سواء كانت من طرف الموالاة أو المعارضة الوطنية الداخلية. فنحن نحتاج إلى حال تضامن اجتماعي، نحتاج إلى تضامن اجتماعي قوي. هذا التضامن الاجتماعي القوي يمكن أن يتوفر يعني إذا بكل بساطة كانت هناك إرادة سياسية عامة، إذا كانت هناك إرادة ثقافية عامة في المجتمع تجعل السوريين في موقف واحد في جبهة شعبية واسعة ضد الإرهاب، ضد التكفير. هذا هو الأساس الذي يمكن أن يشكل منطلق أو مرتكز فكري سياسي لسياسة إعلامية ولسياسة دعوية، سياسة دعوي من شأنها أن تجمع الناس بعيدا عن الشائعات المغرضة، تجمع الناس على إرادة واحدة مشتركة لدى السوريين على موقف موحد. وهذا الأمر يحصن الذهني الاجتماعي من التشويش والالتباس، ويقوي الاتجاه العاطفي النفسي لدى الحالة النفسية لدى السوريين. وبالتالي إذا دائما نؤكد جميعا كل مهتم بهذا الأمر على تكامل جملة العناصر السياسي والعقلي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي فيما بينها، تكامل هذه العناصر من أجل أن تؤمن حالة الصمود، حالة الثبات في مواجهة الفاشي الإسلاموي المتطرفة التكفيري الإرهابي التي تضرب سوريا. هذا هو المنطلق لصياغة هكذا استراتيجية. دكتور، برأيك هل يكفي تكذيب الشائعة كلاميا، أم يعني لازم نكذب الشائعة بالفعل كما فعلنا اليوم بمحافظة حمص؟ بالتأكيد الأمران متكاملان. يجب أن نستطيع تقديم فكرة واقعية فلسفية وفكرة أيضا نفسية عن طبيعة الشائعة، ولكن أيضا تتلازم هاتان الفكرتان مع تقديم وقائع فعلي على الأرض كما رأينا في حمص. شيء عظيم أن هذه الساعة التي كانت عادة يعبث بها الإرهابيون الآن نرى أن هناك حالة سلام وحالة أمن وقد عادت إلى الوطن. وهذا لا يستطيع، لا تستطيع أي شائعة في الأرض مهما فعلت أن تلغي هذه الحقيقة، لكنها يمكن أن تبث شائعات
مغرضة بطريقة يكون فيها نوع من الكمون للتشكيك لاحقا فيما إذا سمح الأمر ببس بتوافر، وأرجو أن لا يحدث، بتوافر معطيات لدى الإرهابيين تسمح لهم ببث شائعات جديدة، وبالتالي تنمي حالة الكمون التي كانت موجودة في الشائعة التي يمكن أن يطلقوها الآن. كان يقول مثلا هذه حالة عرضية، أو إننا هناك مصادر تقول كذا، يخترعون حكايات وهمية كاذبة، هم يعرفون أنها كاذبة في مثل هذه الحالة، ولكن يقصدون تبييت أن يبيتوا فيها نواة لإمكان تفتيح لاحق فيما إذا توفرت ظروف واقعية. ونرجو أن لا دكتور يساهم في تعزيز هذه الحالة المواقع التي ينتقل إليها الإعلام اليوم، والتي من خلالها يتم رصد الأعداء من مواقع الجيش العربي السوري، يعني هذا أمر صرنا نشاهده على الفضائيات الوطنية اليوم. نعم. يعني صرنا نجد كاميرا التلفزيون السوري بأي محطة كانت موجودة في موقع للجيش العربي السوري، ومنه ترصد تحركات الأعداء في 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 حواجز تابعة لهم وفي أماكن تابعة لهم. هل هذا الأمر يعزز هذه الحالة التي تحدثت عنها قبل قليل، تساهم في تحصين الأشخاص من الشائعات؟ نعم بالتأكيد بالتأكيد. دور الإعلام حاسم كما قلنا أكثر من مرة، وأن يذهب الإعلام إلى الميدان ويقدم وقائع ميدانية يعرفها بعض الناس، ليس الجميع، على الأقل أهل المنطقة التي تزورها الكاميرا طبعا. فعندئذ هذه الحادثة الواقعة، زيارة الكاميرا أقصد، إلى المكان يعرفه الناس، هنا عندئذ يعطي مصداقية قوية، هذا فاكت، يعني حقيقة واقعية لا يستطيع أحد أن يشوش عليها أو ينكرها. وبالتالي دور الإعلام كما قلنا خطير وقوي وإيجابي جدا، وهذه التغطية الواقعية مهمة جدا جدا. ختاما دكتور جداً. وفيما يتعلق بموضوع الشائعات التي تناولت ارتفاع العمولات الأجنبية إلى حدود مجنونة، والتي نجد أن الدولة بتدخل مستمر تساهم في تخفيض هذا السعر الوهمي، حتى مواقع التواصل الاجتماعي عبير يعني كمان إلى دور كتير كبير بترويج الإشاعات ونشر الإشاعات. نعم للأسف الشديد بعض الذين يتعاطون مع صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك لا يمتلكون ثقافة عالية، ولكن يمتلكون بعضهم يمتلك عواطف إيجابية ووطني، وبعضهم يمتلك ثقافة عالية إلى آخر ما هنالك، وهنا تتباين مستوى الطروحات ومستوى الاستجابة، تتباين المثيرات والمواقف من هذه المثيرات التي تشكل الميل العام والاتجاه العام والموقف العام لدى الناس. ولكن فيما خص ما تفضلت به، في الحقيقة نعم هناك يعني بوادر إيجابية على مسألة ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار وسعر الصرف والقضايا المالية النقدية، هذه مسائل يعرفها البشر من خلال حياتهم اليومية، وبالتالي هم على دراية حياتية يوما بيوم بها، ونأمل أن تتوافر مصادر تمويل قوية للمحافظة على سعر العملة الوطنية المحلي إن شاء الله. نعم الدكتور مقداد عبود الكاتب والباحث في العلوم السياسية، شكرا كثير لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وألف شكر. نحن نشكر حضورك معنا اليوم دكتور، ونتمنى فعلا أنه نكون حافظنا على وقتك وحاولنا قدر الإمكان نستفيد ونستثمر وجودك. شكرا أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. شكرا لكم.